اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات مع الدكتور. وبناء على طلباتكم احنا النهارده مخصصين فقره مختلفه تماما. احنا مكملين معاكم في سلسله الحلقات المتعلقه بتجميل الاسنان، والنهارده بناء على ريكوست كتير جدا جدا من صفحتنا صفحه ذا دكتورز على فيسبوك، النهارده مخصصينها فقط للرد على الاسئله اللي بعتوها اللي ليها علاقه بتجميل الاسنان. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الكبيره اللي موجوده معايا النهارده في استوديو مع الدكتور. والنهارده يعني هي جايه لنا مخصوص علشان تلبي ندى ناس كتيره جدا جدا عايزه تعرف معلومات اكتر عن تجميل الاسنان، جايه لنا مخصوص من المملكه العربيه السعوديه. معنا ومعكم النهارده دكتور رنيم حداد، خبيرة تجميل الفم والاسنان، الزمالة الايطالية في تجميل الاسنان، حاصلة على البورد الالماني لزراعة الاسنان، عضو الجمعية الالمانية لزراعة الاسنان، وعضو الجمعية السعودية لجراحة الوجه والفكين. منورانا يا دكتور رنيم، ودايما بنقول يعني اسعد يوم اليوم اللي بتيجي فيه يا دكتور وبتبقي معانا وبنعمل فقره حلوه جدا والناس كلها بتستناها، وممكن نقول هي فرصه حلوه واحنا خايفين منهم من المشاهدين عشان بعتوا كميه اسئله كبيره جدا جدا. يا رب نقدر نغطي اكبر عدد من الاسئله النهارده معاك يا دكتور باذن الله. اول حاجه بقى يا دكتور، في بنت بتسال على ابتسامه هوليوود سمايل عامه، وبتقول ايه الستبس وايه التكلفه بتاعتها، تعمل ايه اول حاجه؟ يعني احنا بنحدد الاول هي هتحتاج ابتسامه ولا لا، لان مش كل الحالات بتحتاج ابتسامه هوليوود. اوكي، يعني لو كانت الاسنان بيرفكت اللون بتاعها كويس فبلاش نحط ابتسامه هوليوود، الا لو هي مثلا عايزه اللون الابيض الناصع او كده. وبعد كده الابتسامه ليها عده انواع، على حسب الانواع بتتحدد الاسعار، يعني مش كل الابتسامه ليها سعر واحد. اوكي، يعني مثلا في نوع عالي شويه، في الاي ماكس، في الاي بي اس، في انواع كتير يعني بتختلف اسعارها. طب احنا ممكن نقول يا دكتور رنيم ان في ناس لازم يتعمل لهم مثلا تحاليل معينه قبل ما نقوم باي نوع من انواع الستبس في تجميل الاسنان، يكون عندهم مرض معين، يكون عندهم حاجه خايفين من انفكشن مثلا، ولا لا اول ستيب اللي هو لا نشوف الميجرمنتس ونشوف دي تنفع لك ولا لا؟ لا، هي اللومينير والفينير بيعتبر قشور بتتحط على سطح الاسنان، ما لهاش علاقه بحاجه. لا لا، يعني مش بتاثر على سطح اللثه الا لو كانت محطوطه بطريقه كويسه يعني. أنا تاني سؤال معانا، واحدة بتقول يا دكتور إن هي عاملة حشوة في السن الأمامي، هل ينفع تعمل تبييض لأسنانها ولا لأ؟ الحشوة عامة مش بتبيض بالشكل الواضح زي الأسنان العادية. فالأفضل لو هي مثلا عندها حشوة قديمة وفيها تصبغات بنشيل الحشوة القديمة ونحط حشوة لونها فاتح وبعد كده نعمل التبييض، أو ممكن مثلا نعمل تبييض للأسنان كلها وبعد كده لو لقينا الحشو لونه متغير بنغير الحشوة على حسب الدرجه اللي وصلت ليها الاسنان يعني. طب لو تبييض الاسنان ممكن نقول ان هو بياخد وقت اسرع مع ناس كتيره ان هو يتغير لونه، ممكن نعمل حاجه للوقايه ولا لا؟ بص، هو الوقايه انك تمنع الحاجات اللي بتغير لونه، يعني مثلا لو واحد مدخن التبييض هيروح مفعوله بسرعه اسرع، فبالتالي هو افضل ان هو يقنن التدخين او يبطل تدخين. تمام. فلكن هو لو هيدخن اصلا الاسنان العاديه بيحصل لها ستيننج، فالتبييض كده كده هيحصل، فده الطبيعي يعني هيروح مفعوله بسرعه. طب الشكل اللي معانا دي ايه يا دكتور؟ دي اللي هي حشوات تجميليه قديمه. تمام. فوق اهي قعدت مثلا حصل لها تصبغات وبعد كده اتجددت بحشوات تجميليه جديده. ده في وقت قد ايه بقى وصلنا للافتر ده؟ لا عادي، ممكن على طول في جلسه واحده. في جلسه واحده نوصل للريزلت؟ في جلسه واحده بتتشال الحشوات القديمه وتحط حشوات جديده وتتلمع، وممكن يعمل تبييض للاسنان بس. طب البليتشنج مثلا ممكن في الاول لو حد بيعمل اول مره تبييض لاسنانه او بليتشنج هيحس بحاجه غريبه، هيحس ان في حاجه في اسنانه بتنجل شويه، بيبقى شعور غريب ولا الموضوع بيبقى عادي جدا؟ ممكن يحس بشويه تحسس او الم بسيط جدا. أوكي. محتمل في الاسنان بس بيروح بعد تاني يوم على طول. ده شكل التبييض بيحصل ازاي؟ دي البروسس صح كده؟ ده جهاز ضوئي بنعرض ده اللي الجهاز الضوئي ده اللي بيثبت الحشوات التجميليه. تمام. اللي هو اسمه لايت كيور. لايت كيور الحشوه التجميليه ما بتثبتش كده، بتثبت بالضوء. تمام. اسمه لايت كيور. لايت كيور. اوكي، طب احنا تالت سؤال معانا، في بنت بتسال على توريد للشفايف وتوريد للثه. في بنات كتيره يا دكتور بتعاني من حاجه معينه، بتقول انا شكل او لون اللثه بتاعتي غامق، مش زي مثلا بقيه البنات لونها بينك ولونها فاتح ولونها وردي. وفي بنات تانيه بيبقى عندها مشكله ان دايما شفايفها شكلها كانها تعبان، يعني في ناس كتيره تقول لها هو انت عملتي تحليل كذا، هو انت طمنتي على نفسك، هو انت عندك انيميا؟ طب نظبط بقى الاثنين دول مع بعض ازاي؟ نشوف اول حاجه اللثه، التصبغات اسبابها ايه. لو هي مثلا من الشاي والقهوه كده نحاول نقنن منها، وبعد كده بنعالج التصبغات دي يا اما بالليزر يا اما بالجراحه.
بالنسبه للشفايف برضو ممكن نشيل، نشوف اول حاجه سبب، يعني انت بتقولي ممكن تكون هي مريضه، ممكن يكون انيميا. لا، ما احنا لازم نعالج الانيميا لانها بتبقى الاوعيه الدمويه هي اللي غامقه مش الشفايف نفسها. اوكي. اما لو كان عليها ستيننج فبنشيل، بنعمل تقشير الستيننج دي بالليزر. طب الحاله اللي قدامنا دي يا دكتور حاله ايه بقى؟ يعني هي عندها برضو هايبر بيجمنتيشن على اللبس. ايوه، ما هي شوفي دي عباره عن تصبغات واتشالت بالليزر. اوكي، ده بكام جلسه بقى؟ ممكن جلسه واحده او جلستين على حسب عمق التصبغات. هو الجلسه دي يا دكتور بتعمل تقشير ولا بتعمل تفتيح؟ لا، تقشير. التفتيح دي مواد بتحقن في الشفايف. أوكي. وتعمل توريد. أوكي. لكن دي تفتيح بس، يعني زي دي كده. تمام. يعني دي ممكن تكون تجميليه اكتر لان دي عامله زي التاتو كده، ماده بتحقن في الشفايف فتعمل لنا لون وردي، بس طبعا ليها اضرار. طب هيخافوا مثلا يقولوا اصل اي حاجه في الدنيا بنيجي نغيرها يقول لك ده هتجيب كانسر، دي أيوة اكيد هتجيب كانسر. يعني انا ما بحبش التاتو ده. علشان ايه بقى؟ عشان لون؟ لان هي ده لون، يعني حاجات صناعيه بتخش، بس يعني هي عباره عن حقن لون. لا، مفيش حاجه اسمها لون طبي. مفيش حاجه اسمها هو اللون الطبي. انت لون شفايفك مثلا لو في تصبغات بتعملي تقشير للتصبغات وبعدين ممكن تحطي مواد تعمل ترطيب، لكن في لون طبي؟ مفيش لون طبي. دي ممكن بقى في طرق جديده، البلازما. يعني البلازما دي البي ار بي والحاجات دي ممكن شويه بتحسن من التون بتاعه الشفايف، بس مش توصل اللي هي الصوره اللي قبلها. الصوره اللي قبلها دي البينك ده روج، يعني روج ثابت. الشكل ده برضو عشان انا عارفه ان بنات تسال على الموضوع ده يا دكتور، هيقعد معاهم وقت قد ايه ويضطروا ان هم يحقنوا تاني؟ انه شكل اللي هو البينك بقى، الورد اللي هو الورد بتاع الشفايف. لا، ده دايم دايم. ده طول الحياه معاهم، عمره اللون ما هيتغير؟ لا، ما بيتغيرش. طب لو رجعوا في رايهم؟ عشان احنا كستات عندنا مليون راي في كل حاجه، طلعت بقى في دماغها ان انا لا، انا عايزه اشيل اللون البينك ده. بيتشال بالليزر بس بيبقى مؤلم شويه. بس بيتشال. طيب اللي معانا دي يا دكتور الكيس دي احنا اتكلمنا عنها، انا عايزه بس انتقل لسؤال بس انت علشان ده سؤال مهم. بتقول ان هي بتصحى من النوم بتحس بالم شديد جدا جدا في الفكين، عايزه تعرف ايه سبب المشكله وازاي تقدر تعالجها. بص، احنا اول حاجه نحدد الالم ده موجود فين. مثلا لو موجود في مفصل الفك يبقى هي اكيد عندها بتجز على اسنانها وهي نايمه. لكن لو الم في الاسنان ممكن يكون تسوسات، ممكن يكون خراج، ممكن يكون اي اورام داخليه هي مش، فبنحدد. أوكي. لكن هي لو مثلا، هو غالبا هتكون الم في الفك، فهي بتبقى عندها اللي هي صرير الاسنان اللي هي بتجز على اسنانها طول الليل. فبنعالج. بقى تحس ان الفكين بيوجعوها، فما تيجي تفتح اول ما تصحى من النوم تحس ان هي مثلا بتفتح فم بتحس في الم. في ناس تانية كتير يا دكتور برضو من الحاجات اللي كانت بتتبعت في فترة، يعني هي مش من ضمن الأسئلة دي بس أنا كذا مرة واحدة تبعت تقول أنا بحس في ألم، بألم في جزء معين وجزء تاني لأ، ده معناه إيه بقى؟ ممكن يكون سوس، يعني في ألم في، يعني أنا مرة جات لي مريضة بتقول لي أنا بحس بألم هنا ومش حاسة بألم هنا وأنا عندي صرير في الأسنان، بس لما كشفنا وعملنا أشعاعاتنا لقينا فعلا في سوسة، في تسوس وصل للعصب، وهي مش قادرة تحدد لأن هي كمان عندها بروكسيزم اللي هو صرير الأسنان أو بتجز على أسنانها. إحنا قلنا قبل كده برضو يا دكتور إن صرير الأسنان ده علاجه بالنسبة مثلا لفئة عمرية كبيرة شوية النايت جارد، صح كده؟ حاجة بتتلبس في الفم طول ما هم نايمين بتمنعهم من الجز على أسنانهم. مظبوط. طب لو أنا أهملت حاجة زي كده يا دكتور رنيم، لو قلت لا انا مش عايزه اعمل حاجه زي كده وخلاص، يعني اسناني يحصل لها ايه؟ ايه العواقب بتاعت الاهمال؟ بتتاكل، بتلاقي الاسنان بدات تتاكل من السطح العلوي ليها. أوكي. وتبقى طول ما بتتاكل يعني بتشيلي طبقه مينا كبيره فبتحسس. وممكن كمان بتسبب الام في الفك زي ما هي كده، يعني ممكن بعد كده تيجي تفتح فمها يعلق ما تعرفش تقفله تاني. يعلق؟ حصل بقى خشونه في الفك بسبب انها عامله سبازم ضغط على العضلات فتره طويله. طب انا برضو اخر سؤال في الجزئيه دي يا دكتور، ممكن نقول بعد قد ايه من ان احنا بنلبس موضوع النايت جارد ده الموضوع ممكن يتحسن معايا شويه وما بقاش بجز على اسناني؟ على حسب هي اصلا بتجز قد ايه. في ناس مثلا يوم او يوم لا، فهي لو استمرت عليه وقللت الاسباب الاسترس والكلام ده او في اسباب تانية بتمنعها مع النايت جارد بيمنع النتائج بتاعتها فبتتحسن. طيب احنا معانا سؤال استاذه مها بتسال بتقول انا بنتي بتعاني من تخلخل بالاسنان مع العلم انها عندها نقص حاد بفيتامين دي، هل ده ممكن يتعالج وترجع تتثبت ولا لا؟ ما بص، هي قالت النتيجه والسبب، يعني هي قالت الاسباب بتاعه الخلخله نقص حاد بفيتامين دي. بس ما يخلخلش الاسنان؟ لا، فيتامين دي خلخل في الاسنان، فلازم اول حاجه بتاخد علاج لتحسن نسبه فيتامين دي، وبعد كده نشوف تخلخل الاسنان ده وصل لمرحله ايه. وممكن يكون في مرحله اوليه فهيتعالج بتنظيف، او ممكن في مرحله ثانيه فممكن نعمل زراعه عظم مع زراعه لسه. اوكي. ممكن في المرحله الثالثه يبقى خلاص وصلت لمرحله يستحيل فيها العلاج، نعمل ايه بقى ساعتها؟ زراعه؟ بتتخلع بقى الاسنان ونضطر بقى ان احنا نعمل تطعيم عظم مثلا لو في نقص حاد في العظم، وبعدين زراعه.
طب الشكل اللي قدامنا ده يا دكتور، الكيس دي كانت بتعاني من ايه بالظبط؟ دي يعني هي مريضه شويه مهمله في صحه الفم. اوكي. فتلاقي تراكم في الجير كتير، ده سبب التهابات شديده في اللثه، وتلاحظي ان الجير شوفي عمل انحسار في اللثه، يعني اللثه بدات تنزل عن الاسنان. اوكي. طب الشكل الدموي اللي على اليمين ده ايه يا دكتور؟ ما هو ده التهاب شديد في اللثه. اوكي. انت قصدك اللي هو على الاسود ده؟ ده تسوس. ده تسوس. يعني هي عندها تقريبا باكج مشاكل في اسنانها. هي مهمله، هي المريض ده مهمل جدا. طب اول حاجه عملناها معاها ايه يا دكتور؟ اول حاجه بنعملها اشعه، بنشوف تاكل العظم وصل لمرحله ايه. وبعد كده بنبتدي نعالج اللثه بتنظيف الجير وعلاجات مضادات حيويه ومضمضه. اوكي. ونشوف بقى هنعالج الاسنان، لو مثلا وصل لمرحله متاخره اللي هو التاكل العظمي، فبنضطر بقى نخش بقى للجراحه. بنروح بقى للستاب اللي بعد كده، هي الجراحه، صح كده؟ طيب احنا في حد بيسال بيقول الثنايا عندها مشوهه، اوكي، وصغيره، او عايز تعرف ايه السبب. ما هي الثنايا دي يعني هي الاسنان الاماميه، ففي ناس بتقول الثنايا اللي هي الاثنين الاماميين دول. أوكي. او الاثنين الاماميين دول. دي بتبقى ممكن تكون تشوهات جينيه، فبتبقى لما مثلا ممكن نعالجها بالتركيبات. يعني ممكن يكون صغيرين شويه في الحجم. أوكي. عن الاسنان اللي جنبيهم. او كبار في الحجم عن الاسنان اللي جنبيهم. زي كده مثلا، شوفي دي الثنايا اللي هي اللاترال اللي جنب السنتين اللي في النص. صغيرين. تمام. دي في ناس بتتولد بيهم بيبقى بالشكل ده، فبنحط عليهم ممكن كراون نحسن الشكل، او لومينير. حاجه بسيطه يعني. حاجه بسيطه، البروسيس بتاعتها بسيطه. مجرد بحط عليها كراون بحسن الشكل. وهنا بقى يا دكتور؟ هنا مش موجودين خالص. مش موجودين اصلا. وفي السبيس بتاع كمان هم بالبتاع اللاترال اللي هو الاسنان المفقوده صغير. تمام. فبضطر ان انا اعمل تقويم، اوسع شويه السبيس، وبعد كده ممكن اعمل امبلانت اللي هو الزراعة. طيب احنا في حد بيقول، واحدة بتقول ان هي مركبة بورسلين وعايزة تغيرها بتركيبة زيريكون او اي ماكس، وعايزة تعرف بقى هي دلوقتي قدامها اوبشنز، هي عايزة تختار، بتقول انهي الافضل لي والمناسب ليا. بصي، الاسنان الامامية بفضل اركبها الاي ماكس، لان الاي ماكس بيبقى ناتشورال شوية، شكله طبيعي، في التدرجات الالوان بتاعة الاسنان الطبيعية، فما يبانش انها عاملة لوك فيك. طب دي الدرجات المتاحة قدامنا، صح كده يا دكتور؟ لا، دي الفرق، دي بقى بيوري لك الفرق ما بين تركيبات البورسلين وتركيبات الزيركون. اوكي. يعني التركيبات اللي هي فيها جوه لون سيلفر ده، دي البورسلين بتبقى معدن وعليها طبقه بورسلين. اوكي. التركيبات الثانيه هي عباره عن زيركون وعليها طبقه بورسلين. فهو بيوريك الفرق ما بين الاثنين. اعتقد ان هو فرق شاسع. ومعانا دلوقتي برضو واحده بتقول ان ولاد اخوها عندهم نقص في عدد اسنانهم، وعايزه تعرف دي وراثه ولا دي ايه، عدد غلط وصلت لكده ولا ايه بالظبط. واحنا لازم نشوف النقص ده. ممكن تكون الاسنان اتخلعت وهي مش، يعني ممكن مثلا راحت لدكتور وحصل تسوس في اسنان دايمه واتخلعت وهي فاكراها اسنان لبنيه، فلما بعد كده اكتمل بزوغ الاسنان الدايمه ولقيت في اسنان نقص، فهي مش عارفه السبب. أوكي. او ممكن يكون نقص جيني. يعني ممكن هو مولود بنقص في عدد الاسنان، او ممكن يكون الاسنان امباكتد يعني مدفونه، فده ممكن نحدده برضو بالاشعه. طب معانا استاذه مايا بتقول ان عندها جير بيتراكم على اسنانها بشكل كبير جدا وبيخلي شكل اسنانها وحش. هي في الاول قبل ما تحل المشكله هي عايز تعرف ده جه منين ده، وهي ان هي بتقول ان هي بتغسل اسنانها باستمرار وبتعتني بيها، بس برضو الجير بيتراكم. ممكن يكون طريقه غسلها للاسنان غلط، او ممكن يكون هي عندها بعض الامراض اللي بتسبب تراكم الجير، اللي هي بتعمل تجفف في الفم. اوكي. فممكن، او ممكن تكون مثلا هي المفروض كلنا نعمل زياره دوريه لطبيب الاسنان كل 6 شهور. احنا بنخاف من الجير، فهي ما بتشيلش. او ممكن برضو في حاجه ثانيه، في ناس بتركز في الاكل على جهه عن اكتر من جهه، يعني تاكل على اليمين وما بتاكلش على اليسار. فالمنطقه اللي انت ما بتحركيهاش بيتراكم فيها جير كتير. يعني انت ممكن تجي لي مراجعه في العياده واقول لها انت بتاكلي يمين، اعرف انها بتاكل على الجهه اليمين، لانني بلاقي الجير متراكم في اليسار اكتر من اليمين. طب هو دي حاجه غلط؟ انت لما بتيجي تاكلي مثلا، بتاكلي خضروات او بتاكلي فواكه، وبتعملي اللي هو المضغ، الماستيكيشن ده المضغ، بتنضفي الاسنان، يعني وانت بالمضغ ده بعملها تنضفي في سطح الاسنان. فلما بتبقي هامله جزء من الاسنان فبيتراكم الجير بسهوله. طب انا عايزه اعرف برضو، انت قلتي يا دكتوره نيم دلوقتي ان في طريقه صح ان انا اغسل بيها اسناني، صح كده؟ ايه الطريقه الصح بقى؟ احنا متعودين عادي ان نغسل اسناننا. لا يعني هي ممكن تقول انا بغسل اسناني بس ممكن يوم ويوم. اوكي. هي بتقول انا بغسل الطريقه. ممكن العدد. ممكن تكون مثلا بتحط كميه قليله جدا من المعجون. ممكن مثلا بتجيب فرشه، مثلا هي محتاجه فرشه شويه هارد وبتستخدم فرشه ناعمه.
اوكي ممكن تكون بطريقه بقى التفريش نفسها غلط. طب تختار اصلا الفرشه ازاي؟ يعني ايه مثلا هي داخله الصيدليه قدامها براندز كتيره جدا، هي المفروض طبيب الاسنان هو افضل واحد يحدد لها نوع الفرشه المناسبه ليها، يعني دكتور السنان بتاعي هو اللي يقول لي انهي فرشه استخدمها، صح كده؟ طيب احنا معانا استاذه سندس بتقول ان هي من مكان الجنوب والميه عندهم فيها معادن ومسبب لها تصبغات على اسنانها وده مسبب لها احراج كتير جدا جدا، طب تعمل ايه بقى؟ هو في بعض الاماكن في اليمن وفي جنوب السعوديه عندنا بيبقى فيها نسبه المعادن او الفلورايد موجوده بكثره في المياه، فده بتسبب تصبغات في الاسنان، ففي الحاله دي بنضطر بقى نعمل تجميل لومينير تركيبات على حسب حاله الاسنان. يعني طب ليه نعمل مثلا تركيبات لو ممكن احنا نعدل او نعالج الهايبر يعني التصبغات؟ لا ساعات بتبقى التصبغات داخليه في طبقات داخليه في الاسنان، فاما بتعملي انترنال بليتشنج يعني تبييض داخلي وده بتبقى نتيجته مش كبيره قوي، اوكي، او بتعملي تجميل بقى لان التصبغات بتبقى مش زي الستيننج العاديه من السموكينج وكده. اوكي بتبقى شكلها يعني واخده شكل تاني، بتبقى السن نفسه في مشكله يعني زي اللي قدامنا دي باينه جدا. يعني هو التصبغات بتبقى جوه الاسنان مش مجرد طبقه ان انا بشيلها بترجع الاسنان زي ما هي. يعني انا شايفه يا دكتور زي الدوتس كده ولونها مدي على بني شويه، بني فاتح قوي. ايوه دي تصبغات، دي بيبقى الميه اللي فيها معادن كتير بتسبب يعني بتبوظ عمليه تكون الاسنان، يعني المفروض السنان مثلا بتتكون بطبقات معينه بتخلي طبقه تتكون وطبقه لا. بس طب احنا في بقى في اسئله كتيره جدا جدا معانا، بس انا عايزه نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل الكلام. مشاهدينا هنرجع فاصل ونرجع لكم، ابقوا معانا. رجعنا لكم تاني مشاهدينا بعد الفاصل ومكملين كلامنا مع القيمة والقامة العلمية الكبيرة دكتور رنيم حداد، والنهاردة الحلقة الجميلة اللي انتوا كلكم مستنيينها المخصصة للرد على أسئلة الفيسبوك. دكتور رنيم في سؤال مهم جدا جدا من واحدة ست كانت بتقول ان هي كانت وقت حملها كان بتاخد أدوية كتيرة جدا وده أثر على أسنان ابنها أو بنتها بشكل كبير جدا وحصل لها تشوهات وخلى لون سنانها رمادي، ده اسبابه ايه؟ انا عايز اعرف يعني ايه اللي يوصل للمرحله دي وتقدر تعالجه ازاي؟ هو غالبا بيبقى هي خدت دواء التتراسايكلين هو اللي بيوصل الاسنان للون الرمادي ده. وغالبا بيبقى علاجه بعد كده تجميل. ايه بقى؟ هتعمل ايه او تستنى اصلا البنت توصل لعمر ايه؟ لعمر معين بعد كده ممكن بقى تعمل تركيبات او اللي هي اللومينرات. يعني ما فيش مثلا ممكن علاج نقول ممكن ينفع في تغيير اللون؟ هو خلاص بقى هو تغير سطح السن من الداخل تماما. فما عادش يعني. طيب في واحده بتقول بنتها عمرها سنتين ولغايه دلوقتي ما طلع لهاش اسنان الا سنتين بس. لا هي لازم تكشف، ممكن يكون عندها نقص في الكالسيوم. نقص في الكالسيوم فممكن يكون حاجه جينيه، فلازم الاول تعمل اشعه تتاكد ان ما فيش اسنان او في اسنان جوه، وبعد كده بتروح لدكتور بيظبط نسبه الكالسيوم والاسنان بتطلع. يعني الموضوع شويه فحوصات نعرف فين المشكله، صح كده؟ لازم نعرف هل ما فيش اسنان اساسا ولا هي مجرد بس تاخير. يعني زي الصوره اللي معانا دي بيبقى سنتين يا عيني بس كده صغير. لا ده هو بيبي صغير، ده صور ست شهور، هو كده كده السنتين بيطلعوا في سن ست شهور. طب هو المفروض يستنوا امتى ويقلقوا؟ يعني هي بتقول سنتين، المفروض سنتين كل الاسنان طلعت. يعني سنتين وسنتين بس عشان تستنى تشوف ان هي اصل بتبقى ممكن تلاقي طفل بعد سنه ونص بدا يسنن، بعد سنه بدا يسنن. في مثلا الطفل لو مشي بدري شويه تلاقي التسنين بيقل شويه علشان صحته بتبقى ضعيفه او الكالسيوم بيبقى قليل شويه، فهي بتنتظر لحد ما تلاقي نفسها بقى عمره سنتين ولسه الاسنان ما طلعتش. طب انا عايز اعرف حاجه برضو يا دكتور المتعلقه بجزئيه الحمل دي، يعني هل خلال الحمل ممكن السيده تعمل حاجات معينه، تاكل اكلات معينه علشان صحه اسنان اطفالها تطلع احسن؟ ايوه ممنوع الادويه تماما اللي هي زي المضادات الحيويه او المسكنات الشديده. تاني حاجة لازم تاخد مثلا لو هي عندها نقص كالسيوم بتعالج الكالسيوم، والدكتور ممكن يوصف لها برضه فوليك اسيد وفيتامينز بتاخدها اثناء الحمل. طب ما هما بيقولوا مثلا طب ما انا كده كده باكل كتير جدا في فترة الحمل وبتخن واكيد يعني الاكل ده هيفيد الطفل. ممكن تكون بتاكل حاجات ضارة اللي هي الفاست فود والحاجات دي، فممكن تكون كلها حاجات ضارة بدهون اكتر من ان هي فيتامينز يعني. طيب احنا معانا سيده برضو بتقول، في ام بتقول ان بنتها عمرها متوسط وان اسنانها الاماميه فيها تسوس، ايه الحل لان نفسيه بنتها بقت وحشه جدا؟ بتعالج التسوسات بحشوات تجميليه. بحشوات تجميليه لو كانت الحشوات يعني سطحيه. اوكي لو كانت الحشوات عميقه شويه ممكن بقى عصب ونعمل لها دعامات وتلبيسات. طب انا عايز اعرف حاجه بقى،
اشمعنى موضوع الاسنان دايما يا دكتور عند البنات كتيره جدا؟ ممكن نقول ان هو بيبقى بيعمل انسكيورتيز رهيبه عندهم، يعني في بنات ما يبقاش فارق معاها اي حاجه، بس وهي بتضحك لازم تخبي سنانها وتخبي ضحكتها بايديها، او ان هي مثلا في كل الصور بتبتسم بس ومش عايزه تبين سنانها عشان متعقده من الموضوع ده. ليه دايما موضوع تجميل الاسنان مرتبط بالشق النفسي بشكل كبير؟ علشان ده هي بنت، انت بتقولي انت قلتي البنات، والبنات اهم حاجه عندها الشكل يكون كويس. فبيكون مثلا بنت سنانها مسوسه او فيها تصبغات او في سنان مفقوده او سنان متراكبه، فاكيد ده بيأثر على نفسيتها وبالذات مع اقرانها، يعني لو كان مثلا بيقولوا لهم كلام وكده. الكومنتس بقى والتعليقات اللي مش ظريفه خالص. طب ممكن نقول، طب قبل برضو ما نتكلم على موضوع الشق النفسي، انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل بقى في الحاله دي برضو شخص او واحده مهمله جدا في اسنانها. اوكي. وده تسوسات شديده في الاسنان وكمان التهابات في اللثه وتراكم في الجير. يعني كل ده مع بعض مره واحده ظهر يا دكتور ولا بالتدريج؟ ده طبعا ده نتيجه الاهمال. انت شايفه الجير متراكم، يعني هي ما بتغسلش اسنانها اصلا. اوكي. هو واضح الحاله دي ما بتغسلش اسنانها. هنا برضو شوفي ده كله، ده كله سوس. اوكي. يعني هي وصلت لمرحله ان السنان بدات تتاكل تمام. مع ان السوس لو في بدايته في المراحل الاوليه ممكن يتعالج بمجرد حشو تجميلي بس كده. طب انا عايز اعرف البيفور ان افتر بتاعها ممكن ياخد وقت قد ايه في العلاج؟ على حسب، لو السوس سطحي ممكن مثلا في جلستين او ثلاث جلسات بالكتير، يعني على حسب عدد الاسنان. اما لو السوس مثلا وصل للعصب، على حسب عدد جلسات الحشو. هل وصل مثلا انه يوصل فيه التهابات، فيه خراجات، ام انه بس مجرد سوس وصل للعصب ممكن نخلصه في جلسه واحده. طب احنا معانا استاذه داليا بتقول ان عندها جرثومه في معدتها وده مسبب لها رائحه كريهه جدا بالفم، وعايزه تعرف تعالج الموضوع ده ازاي. تعالج جرثومه المعده، يعني هي تعالج، يعني لازم تروح لدكتور جهاز هضمي. لان هي بص هتعمل مثلا، احنا هنعالج لها في جرثومه في المعده بتطلع مثلا روائح كريهه. تمام. فاحنا هنعالج ده عن طريق الفم ازاي؟ ان انا ممكن اقول لها مثلا اورال سبراي. اوكي. مجرد بيغطي حاجه ترشها مثلا في الفم، موجوده في كل الصيدليات، بس دي هتغطي لا ايه؟ هي مش هتغطي حاجه، فهي لازم تروح لدكتور جهاز هضمي وهو اللي يعالج لها الاول الجرثومه، هتلاقي الريحه اختفت. اوكي. طب في ناس يا دكتور كمان ممكن الجرثومه على فكره ممكن تكون مسببه لها شويه قرح، والقرح بتطلع احماض، فالاحماض دي برده ممكن تكون بتعمل تاكل في الاسنان وتسبب تسوسات وتسبب ريحه. فممكن انا اعالج بقى، ابتدي اعالج النتائج، بس هو طبعا لازم السبب الرئيسي يتعالج الاول. بس في ناس كتير يا دكتور بيقولوا ان احنا عملنا تحاليل وعملنا كل حاجه ومفيش حاجه في معدتنا وبرده دايما ريحه نفسهم مش حلوه، يعملوا ايه بقى؟ ممكن تكون مثلا في جيوب في ما بين الاسنان واللثه وهي مش ما تقدرش تحددها. ممكن يكون في سوس وهي مش عارفه هو فين. ممكن تكون عادات غذائيه غلط، زي او الهيفي سموكر اللي هو المدخنين. في عادات هي ممكن تكون فاكره انها مش بتسبب روائح كريهه وهي بتسبب، لان الروائح كريهه لازم يكون لها سبب. او ممكن تكون في بعض الامراض بتسبب روائح كريهه زي مرضى السكر. احنا عندنا سؤال مهم جدا على موضوع مرضى السكر دي، بس عايز ارجع للجزئيه يا دكتور ان بتقولي ممكن يكون في تسوس بس مش ديتكتد، مش معروف او مش متشخص. احنا اتكلمنا في فقرات قبل كده عن تقنيه الميكروسكوب وقد ايه هي مفيده في الحالات اللي زي دي. انا دلوقتي كبيشنت جايه لحضرتك وبقول لك ان انا في ريحه فم غريبه كده، وانا عملت كل التست والفحوصات ومفيش اي حاجه، اول حاجه هتعمليها معايا تستخدمي تقنيه الميكروسكوب؟ مش كل العيادات على فكره متوفر فيها الميكروسكوب. اوكي. يعني مش انت ممكن تروح في اي عياده دكتور اسنان، مش كل العيادات متوفر فيها الميكروسكوب. بس ممكن لو في رائحه يبقى التسوس وصل لمرحله انه عمل حفره، هتبقى ظاهره، هتبقى باينه، مش محتاجه مايكروسكوب. يعني المايكروسكوب ده بيكتشف لي بدايه التسوس في بدايته، اللي هو لسه ما عملش حفره. تمام. فما دام هو في ريحه يبقى في حفره، يبقى في تراكم، يبقى انا ممكن اعمله بالعين المجرده، مش محتاج مايكروسكوب. تمام. طب انا عايز اعرف دلوقتي في بزنس، يعني ممكن نقول هو موجود بقاله فتره كبيره جدا يا دكتور، ان في ناس بتروج للاندستري بتاعت الفيتامينز ومش عارفه ايه. ان انا دلوقتي ممكن اخش اي صيدليه، انا سمعت ان انتوا بتتكلموا ان نقص فيتامين دي بيعمل كذا كذا كذا، فيتامين ايه بيعمل كذا، الضوافر والمش عارفه ايه ليهم فيتامين كذا، البشره ليها فيتامين كذا، فيخشوا يعملوا شوبينج فيتامينز. انا عايزه كل اللي في الليسته دي، واكيد لما هاخد ده كل حاجه هتتحسن. انت ايه رايك في الموضوع؟ لا طبعا، احنا يعني مثلا فيتامين دي له دوز، له جرعات، فانت لو خدتيه بجرعه اقل او جرعه اكتر بيأثر على صحتك. هيأثر ازاي؟ طب انا بدي جسمي يعني جرعه اقل مش هتأثر. يعني انت مثلا لو محتاجه جرعه زياده وخدتي جرعه قليله فهيبقى تأثيره ضئيل. لو خدتي جرعه زياده بيأثر على الكلى وبيأثر على الكبد. كترة الفيتامينز مش مفيده زي ما الناس متخيله. انت لو عايزه تاكلي فيتامينز كتير كليها في فواكه، كليها في الاكل، لانها بتبقى بنسب محدده. لكن بتاخديها دوز مركزه، لا دي بتأثر على صحتك.
بتأثر على صحتي، فما اعملش حاجة زي كده غير لا لازم الدكتور. لازم بوصفة طبية. طب في برضو ناس كتير جدا يا دكتور بتسأل على موضوع في ساتس كده بتتباع برضو اونلاين، انا بحب جدا جدا ان احنا نتابع الترندز الموجودة على السوشيال ميديا. في ناس كتير بتبيع ساتس كده ممكن تتحط مثلا في الفم وتطلع ضوء معين يقول لك ده بيبيض الاسنان، او يبيعوا مثلا اقلام كانه شكل قلم عادي جدا جدا يبقى عامل زي كده ايه النيل بولش تحطه برده على اسنانك ويبيض الاسنان لفتره اسبوع لاكتر وخلاص بقى كده مفعوله يروح. الحاجات دي كلها ايه؟ في بتدي نتيجه بس هو ان القلم المبيض الاسنان ده انا ما واللي هي الشرايح برده يا دكتور، شرايح كده بتتحط على الاسنان وتستنى شويه وبعد كده تشيلها، دي ايه صبغات مثلا؟ دي ممكن تكون بتعمل تصبغات، انا ما اعرفش الشرايح دي لان انا دي كلها حاجات تجاريه، لكن انا اعرف الجهاز اللي هو بتحطي ماده كده وبعد كده بتوجهي ضوء ده ممكن يفتح شويه في الاسنان ويعتبر يعني برضو بيدي ما بحبش انا اصلا الحاجات الكوزماتكس قوي دي لانها بتاثر على سطح الاسنان بس يعني الاجهزه دي بتبقى طبيه شويه لانها بتباع في الصيدليات، لكن الالوان والحاجات دي ما تلاقيهاش الا اونلاين بس يعني اونلاين. فعلا دي حقيقه، لان هي اصلا حاجات ضاره جدا صح وما تعرفيش مصدرها فين. وحتى لما بنحاول نوصل برضو للسورس بتاعها مش بنلاقي، لا ما تلاقيش، لكن الحاجات التانيه اللي هي زي بتحطي ماده كده وبعد كده ضوء دي بتفتح شويه في الاسنان فتلاقيها في الصيدليات. انت نورتيني النهارده يا دكتور رنيم، وانا يعني فخوره جدا جدا ان احنا عملنا اخيرا السيجمنت دي للناس مع حضرتك، انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكر دكتور رنيم حداد خبير التجميل الفم والاسنان، الزميله الايطاليه في تجميل الاسنان، حاصله على البورد الالماني لزراعه الاسنان وعضو الجمعيه الالمانيه لزراعه الاسنان وعضو الجمعيه السعوديه لجراحه الوجه والفكين. بشكرك شكرا جزيلا دكتور رنيم، شكرا لوجودك. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.